هقول لحضرتك على حاجه، ده احنا ممكن يتم استبعاد نادي مصر من البطوله ديت بسبب شرط انت حضرتك لسه قايله دلوقتي. ايه هو؟ قال لك ان لازم النادي اللي هيشارك في البطوله ديت ده من ضمن المقترحات واللي تم اعتمادها بنسبه 90% يكون محقق فائض ميزانيه ارباح في السنه الماليه بتاعته. وطبعا الكلام ده جديد، احنا ما عندناش نادي مصر بيحقق ارباح غير تقريبا النادي الاهلي. نادي الزمالك فيه عجز بالميزانيه. تعال نشوف الشروط كلها، تعال نشوف الشروط كلها اهي. بص يا سيدي بقى، الشروط: المشاركه في بطوله دوري السوبر الافريقي، توفر على الملعب عشب طبيعي يتوفر فيه معايير فيفا وكاف، يستوعب الملعب على الاقل 25,000 مشجع، توفير ملاعب جيده للتدريب والبنيه التحتيه للفنادق، توفير الاشتراطات الامنيه للفرق والوفود الرسميه، ان يمتلك النادي المشارك اكاديميات لمختلف الفئات العمريه بالاضافه الى وجود فريق كره قدم سيدات يشارك في دوري الدرجه الاولى. هو الاهلي والزمالك عندهم فريق سيدات؟ لا لا، هيضطروا كده يشتروا. هيشتري فرقه. ماشي. وجود طاقم طبي على اعلى مستوى يستوفي كل معايير ومتطلبات اللجنه الطبيه في الكاف، توافر ارباح في اخر ميزانيه سنويه لفريق الكره حيث تعكس الوضع المالي المناسب والمتوازن مع الايرادات والمصروفات، يقدم النادي المشارك حصه من نسبه ارباحه كسيوله ماليه يتم الصرف منها خلال مشوار البطوله وسيتم تحديدها. البند اللي بيتكلم عليه اسلام ده اللي هو بتاع اللعب قريب من قصه اللعب المالي النظيف، وانت مش بتطبقها. تقديم اقرار بالموافقه على كل القواعد المنصوص عليها في لوائح وشروط البث الاعلامي لدوري السوبر الافريقي. طيب،